زمن هاي المدرسة قديمة يعني، كان هو صاحبها حاج مسلم هنا موجود، كان هي بيام الحصارة مول العراق تم يعني كل شيء موجود هنا، يعني كان يعتمد عليها بالحصارة هنا. هي قديمة يعني من زمان، أنا هسه عمري تقريبا 40 سنة أشتغل بها، على قد والدي، والدي كان هنا يشتغل، وصاحبها هو حاج مسلم إجا الأجل وراح رحمة الله. بقيت من بعد أنا هسه تقريبا صار 40 سنة أشتغل بها، وهي يعني تركت لأن ماكو لا صيانة لها لا عمال، الدولة بعد ما ساندتها. هذه مدرسة قديمة تراثية، يعني على دور حج عبد الواحد آل سكر أمير الفتلة، حج عبد الواحد آل سكر، يعني هذا البناء أنت تشوفه هسا، هذا مو هسا بنيان هسا، يعني هذا بناء الإنجليز، هذا كله على دور الإنجليز، بناء الإنجليز مدرسة تراثية. فبالنسبة لنا احنا هسا هذا التراث المفروض نعيد نشاطه. ليش هسا الفلاح لا يوفرون له سماد، لا يوفرون له ماي، لا يوفرون له خدمات، هذه كل هالخدمات مال الفلاح مهموله. احنا الناشد الزراعه، الناشد الحكومه ان تدعم الفلاح، يعني مثل هاي الشغلات هسه شغلات تراثيه، توفر له ماي، توفر له سماد، توفر له كل الات الزراعه المفروض توفرها. هذا تراث لا ينسى، تراث قديم، تراث قديم، تراث عبد الواحد آل سكر، عرفت؟ وحج عبد الواحد آل سكر مشهود لأنه هو قائد ثورة العشرين، حارب الإنجليز، طرد الإنجليز، طرد الاحتلال كله. وهات تشوف هسا أنت يعني يوم تحصل لك مثل وزنة طعام بسطة تهبشها، يوم ماكل لأن زراعة انتهت، إعدام الزراعة، بعد ماكو زراعة عندنا بالمشقاب، والمشقاب هو أصل الزراعة، أصل العنبر، عنبر المشقاب، عرفت شلون؟ هسا ماكل يوم تحصل لك وزنة يوم ماكل. كان ذاك في زمن الساميه مدرسه واسعه وكبيره، وكان تضم يعني بالاقل لك بالالف او 500 750 طن شلب، وكان حوالي بال 100 عامل، وكانت هذه المخازن كلها مليانه شلب، والناس كانت مستفاده من عندها. بس مع مرور الزمن ومي ماكو بعد وزراعه ماكو، تاكلت هذه المدرسه.